إذن أصدقائي المشاهدين، ما زالت تغطيتنا متواصلة أيضا هنا بقناة خالد بازيدان على اليوتيوب. أيضا في هذه الدقائق أيضا أستضيف رئيس الدورة أيضا المنظمة في ملعب التسامح. أيضا أرحب بالأستاذ بودي. أستاذ بودي، أمسي عليك على بطولة التسامح للأكاديميات. الله يمسيك بالخير حبيبي، يمسي ضيوفكم وشرفتونا والله بتغطية الافتتاح. أستاذ بودي، يعني بداية ناجحة والكل يعني بيشيد يعني بنجاح البطولة وأيضا بنجاح الدورة، حدثنا عن دورة التسامح للأكاديميات. والله يا دورة أنا حبيت يعني إنه كان سوينا دورة كبيرة، وحبينا يعني نوسع المجال، ندي الأكاديميات فرصة يعني يشاركوا دورة، نسوي جو لفريق التسامح، نشهر الملعب يعني شيء زي كذا، يعني نخلي بصمة لدورين. يعني أستاذ بودي، 32 فريق مشارك في هذه البطولة، هل أيضا سنشاهد ما هو جديد وأيضا وقادم أيضا في سماء جدا من اللاعبين؟ والله إن شاء الله. والله يعني أنت شايف 32 فريق، يعني حتلاقي يعني أكثر من 500 لاعب هيلعب في الدوري، يعني إن شاء الله حتلحصل فيه ما شاء الله مواهب كثير أصلا من قبل ما يلعبوا يعني دوري التسامح. في دوري القايدة كان عندك قبل السنة اللي فاتت، ودحين راح يبدأ شهر 3، وعندك دوري المنتي اللي واصل دور 16 برضه. يعني دوري الأكاديميات يعني أنا شايفها أمتع من الدوري المفتوح. أستاذ بودي، ما شاء الله عليك، لاعب فريق التسامح وأيضا حكم رياضي قادم بقوة. أستاذ بودي، كلمة تحب أيضا أن توجهها لجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة؟ والله أنا يعني أشيد أول شيء أشيد بالفرق أنها شاركت، ثاني شيء أبغاهم أنهم تضموا مع اللجنة وأنهم يكونوا يعني متعاونين معانا، عشان الدورة تنجح لازم يكون الفرق هي اللي تنجح الدورة، وإن شاء الله يعني الفرق كلها تكون متعاونة معانا. سيد بوذي، كلمة أخيرة. والله أشكر صراحة قناة خالد بازيدان على تغطية الافتتاح، وإن شاء الله يعني هتكون إن شاء الله تغطية كاملة للدورة بإذن الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. إذن كان هذا هو حديث النجم بودي أيضا رئيس الدورة أيضا المنظمة دورة التسامح. إذن كونوا معنا، سنكون معكم بقناة خالد بازيدان.